يمكن التنويه بالطريقة التي قدم بها اللائحة، طريقة جديدة انتظرنا منذ سنوات أن يكون إبداع في طريقة تقديم اللائحة النهائية. اليوم قام القائمون بالصفحة الرسمية وأيضا ديجيتال بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعمل مميز بالعودة إلى القائمة النهائية. لم تكن هناك مفاجأة باستثناء استدعاء الشيبي، وكما قال الركراكي أنه لحد صباح اليوم تم إعلام الشيبي بكونه ضمن القائمة النهائية محل أيوب العملود المصاب. أيوب العملود خرج بتصريح قبل أول أمس قال أنه غير مصاب، فقط يعاني من العياء، لكن وليد الركراكي قال العكس وأكد بالحرف أنه لن يثق في العملود لأنه ممكن أن تتضاعف حجم الإصابة مع المشاركة في بطولة إفريقيا الأمم. نداء كان استدعاء الشيبي. بقية الأسماء هي نفس الأسماء التي شاهدناها في كأس العالم، شاهدناها في المباريات الأخيرة الودية والرسمية للمنتخب المغربي. المغاربة يحبون الأرقام، 15 لاعب لعبوا مع المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 هم متواجدين. أيضا 6 أسماء إلى 5 شاركت في بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة مع المنتخب الأولمبي متواجدة أيضا في القائمة النهائية. قائمة متوازنة، لا يوجد أي شكوك، لا يشك أي واحد في تواجد الأسماء 27 في اللائحة النهائية. لكن هناك بعض الأسماء التي غابت كعبد الرزاق حمد الله، هداف اتحاد جدة، سفيان الرحيمي التي طالبت مجموعة من المناصرين طلبوا بتواجده في القائمة النهائية، لكن وليد الركراكي أدرى وأعلم بلائحته، وسننتظر ما ستقدم هذه اللائحة إن شاء الله في العرس الإفريقي والمباراة الأولى ضد منتخب تنزانيا. هو بالنسبه للتشكيله الوليد الركراكي اللي استدعى التمثيل المغربي في كاس افريقيا المقبله اللي غجر بكوت ديفوار، يمكن العمود الفقري اللي وصل المنتخب الوطني نصف نهائي كاس العالم، يمكن حضر في التشكيله الرسميه خصوصا اللاعبين الرسميين ولاعبي البدلاء، ملي كنقول لاعبين رسميين اللي غيمثلوا المغرب في لاكان بنسبه عاليه كبيره، اللي هما ياسين بونو، حكيمي، يحيى عطيه الله، نصير مزراوي، رومان سايس، نايف اكرد، سليم املاح، عز الدين اوناحي، سفيان امرابط، حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف نصيري. هذه التشكيله الرسميه اللي كانت في كاس العالم واللي فرحت المغاربه وخرجت المغاربه للشوارع. هذه الاسماء حاضره في التشكيله النهائيه ديال كاس امم افريقيا، بالاضافه للاعبين اللي تالقوا في السنتين الاخيرتين، لانه وليد الركراكي من خلال الندوه الصحفيه الاخيره تحدث بانه الحلم ديال كاس العالم الوصول لنصف نهائي كاس العالم انتهى، ما يمكنش المغاربه غيبقاو يعيشوا على واحد الانجاز اللي مر عليه تقريبا سنتين. الان الانجاز المقبل والحلم المقبل ديال المغاربه هو كاس افريقيا والعوده باللقب القاري اللي غاب على الخزينه ديال الكره الوطنيه. يعني منذ سنه 1976 اي لائحه في اللي كتحط المدرب عالمي في المنتخبات العالميه كيكون على واحد اللغط اعلامي ولغط جماهيري. بطبيعه الحال لائحه وليد الركراكي ما غيكونش متفق عليها بنسبه مئويه كبيره، ولكن الى كان واحد الخلل فيها يقدر واحد الخلل ديال 5-2%، لانه العمود الفقري، انا شخصيا العمود الفقري ديال المنتخب الوطني اللي غيمثل المغرب في لاكان المقبله يمكن كاين في هذه التشكيله هذه، وحتى اللائحه ديال 27 يمكن هناك العديد من اللاعبين راه غيمشيو لكوت ديفوار ولكن ما غاديش يلعبوا، لانه اللائحه ديال اللاعبين الرسميين كتكون 11 لاعب رسميين بالاضافه واحد 5 البدلاء، يمكن اللائحه معروفه بشكل كبير. وهناك غياب لاعبين اللي مثلوا المغرب، تقريبا واحد 10 لاعبين اللي مثلوا المغرب في كاس العالم الاخيره وما غيكونوش في هذه الكاس امم افريقيا. كنظن بانه وليد الركراكي جاوب على الاطروحه هذه، كياكد بانه اللاعبين اللي اكثر جاهزيه في الشهرين الاخيرين هما اللي غادي يمثلوا المغرب في كاس امم افريقيا. كانت حاله واحده ديال سفيان بوفال، لانه سفيان بوفال مازال ما عاوش العوده الرسميه، ولكن كنعرفوا القيمه الكرويه ديال سفيان بوفال، يمكن غيكون لاعب مؤثر في كان المقبله الا ما كانش في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، ولكن لاعب مهم. وليد الركراكي قال بانه هو اللاعب الوحيد
اللي غامض به في اللائحه ديال 27 وكان القيمه الكرويه ديال سفيان بوفال هي اللي خلات يكون في اللائحه النهائيه. من هذا الشيء كامل كنتمنوا يعني ما يمكن لينا بعد خروج اللائحه النهائيه ما يمكن لينا نكونوا الا خلف المنتخب الوطني والوليدات كداكي واللاعبين كاملين لانه غيمثلوا المغرب كيف ما كان لغط في اللائحه النهائيه ديال اللي مشات كاس العالم كان لغط كبير عليها، ولكن شفنا النتائج اللي وصلت للنصف نهائي كاس العالم. الان من الضروري التلاحم ودعم المنتخب الوطني العوده باللقب القاري ان شاء الله.